وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن مكتب ترشيد الإنفاق الحكومي وفر 8 مليارات ريال من تكلفة المشروعات. رفع كفاءة الإنفاق، يعني تستطيع أن تتعامل مع العجز في الميزانية واحتياجاتك المالية إلى شقين، تخفض الإنفاق من خلال رفع كفاءة الإنفاق سواء التشغيلي أو الرأسمالي، وأنشأ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية العام الماضي وحدة متخصصة لرفع كفاءة الإنفاق، عملت فعليا واستطاعت خلال 6 أشهر فقط من عملها مع 4 وزارات فقط من تخفيض الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي بحدود 80 مليار. تسعى الآن إلى توسيع نطاق عملها إلى الوزارات الأخرى خلال العام 2017، ونتوقع منها رفع كفاءة عالية أيضا. فعندنا مجموعة من الخيارات فيما يتعلق بتمويل رؤية 2030، نستهدف الارتكاز بشكل كبير جدا على القطاع الخاص. تبنت رؤية 2030 أن يكون القطاع الخاص مساهم ب 65% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030. وبين الجدعان أنه سيتم رصد 100 مليار ريال خلال الفترة القادمة لتعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة. أستطيع أن أؤكد حتى اليوم أنه لا يوجد لدينا ديون أكثر من 60 يوم مستحقة. لدينا برنامج وسنتحدث عنه يمكن بعد قليل لدعم القطاع الخاص للوصول إلى مرحلة 65% من خلال رصد 200 مليار ريال خلال 4 سنوات القادمة لتمويل القطاع الخاص، تمويله من الناحية الفنية، تمويله من ناحية الاستشارات لرفع الكفاءة، تمويله من ناحية الاستثمارات لخلق وظائف وخلق فرص للاقتصاد للوصول إلى المستهدفات.